ايضا ينضم الينا الاستاذ ماك شرقاوي المحلل السياسي. دكتور ماك، اهلا وسهلا بحضرتك. علاقه الولايات المتحده الامريكيه بالامم المتحده كيف تبدو في هذه المرحله؟ وللرئيس دونالد ترامب انتقادات واسعه لمنظمات عده تسهم فيها الولايات المتحده باكثر من نظرائها. مفيش شك ان الرئيس دونالد ترامب بعد ما تولى سلطه الحكم في العام 2017 كان هناك هجوم ضخم على الامم المتحده واتهامها بانها يعني اصبحت من التخمه، زاد حجمها 140% ولا تقوم بواجبها، وان الولايات المتحده الامريكيه تدعم تقريبا اكثر من 28% من ميزانيه الامم المتحده، وهدد كثيرا بتقليص الدعم المادي، وايضا خرج من الولايات المتحده الامريكيه من مجلس حقوق الانسان وايضا من اليونسكو وهي منظمات مهمه تابعه للامم المتحده. فاعتقد ان الرئيس دونالد ترامب يريد تكسير كل يعني الكيانات الدوليه الكبرى، فهو يريد تكسير الاتحاد الاوروبي، يريد تكسير منظمه التجاره العالميه الورلد تريد اورجنايزيشن، خرج من اتفاقيه المناخ ويريد هدمها، خرج من اتفاقيه السي بي بي مع الشركاء من اسيا وجنوب شرق اسيا، خرج وعدل اتفاقيه نافتا التي تجمع بين الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك. لكن دكتور ماك، لماذا تصنف الامر حضرتك على انه تكسير لهذه المنظمات ورغبه دفينه لدى الرئيس الامريكي في ان يقوض دعائم هذه المنظمات وهذه الاتفاقيات؟ الرجل يقولها بشكل معلن وصريح، نريد نظاما اكثر عداله، نريد قدرا من السويه في توزيع الحقوق والواجبات في هذه المنظمات. لماذا تسهم الولايات المتحده بقدر اكبر من الميزانيه الدفاعيه لدول الناتو مثلا؟ لماذا تسهم الولايات المتحده بالقدر الاكبر من ميزانية الأمم المتحدة؟ هذه تساؤلات قد تبدو في نظر البعض مشروعة. أعتقد تبدو في نظر البعض مشروعة، ولكن هناك دور الولايات المتحدة الأمريكية لكي تكون رائدة إلى العالم الحر، هناك دور لابد أن تلعبه، وهناك لابد أن يكون هناك أيضا دعم أخلاقي ودعم للدول الحليفة. قلص المساعدات للدول الحليفة، معرفة العداء مع دول الحليفة، لدرجة أن الرئيس ماكرون في احتفال الخاص بالحرب العالمية الثانية في فرنسا، كانت لقاء فاتر جدا ومقابلة فاترة للرئيس دونالد ترامب، بل صرح بعدها أن فرنسا تفكر في تكوين جيش أوروبي لحماية أوروبا من أعدائها ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب شجع بريطانيا ويشجعها على الخروج من الاتحاد الاوروبي، بل وعد السيد جونس بريس جونسون رئيس الوزراء الجديد ان هناك اتفاقيه مشتركه للتجاره بين الولايات المتحده الامريكيه ب 50 مليار دولار، والان يشجع ايطاليا ايضا على الخروج من الاتحاد الاوروبي. هدد بالخروج من حلف الناتو ما لم يدفع الباقي الاموال التي المفروض يدفعوها للحلف. ولكن هل وجود الولايات المتحده الامريكيه في حلف الناتو فقط بالدعم المادي؟ هل عندما يهدد اليابان بسحب القوات الموجوده ما لم يدفعوا مقابل حمايتهم؟ هل يطلب من الدول العربيه في منطقه الخليج ان تدفع مقابل الحمايه؟ لكن دكتور ماك، معلش، يعني لديها حضرتك اشرت الى دور تحتاجه الولايات المتحده الامريكيه من الامم المتحده، لكن تاريخيا الولايات المتحده لا تحتاج في ترجمة سياساتها على الأرض إلى الأمم المتحدة أو إلى غيرها. الولايات المتحدة على ما يبدو قوية بما يكفي دون الحاجة إلى أمم متحدة ودون الحاجة حتى لمجلس الأمن، والبراهين على الأرض تقول ذلك. هو مفيش شك، أنا قلت تصريح قبل كده، أنا بعتقد مجلس الأمن في الأمم المتحدة هو مقهى يحتفي عليه الخمسة الكبار القهوة، فعندما يكون هناك يعني نظام الفيتو لخمسة دول عظمى تعترض به على أي قرار يدين او يخالف مصالحها، اعتقد ان لا وجود قوي للامم المتحده الا لتحقيق مصالح هذه الدول العظمى. ونرى ما يعني صدر القرار 242 بعد يعني النهارده بقى لنا كام سنه؟ داخلين في يعني 70 سنه ولم يتم تنفيذه. ودينت المستوطنات في 2016 بالقرار التاريخي 22-34 والتي لم تستخدم في امريكا حق الفيتو الاعتراض عليه بعد ما وافق 14 عضو في مجلس الامن من مجموع 15 على اداره المستوطنات ووقف المستوطنات واعتبار ما تفعله اسرائيل مخالف للشرع الدولي.
هل يعتقد ان يعني يمكن تنفيذ اي شيء من هذه المنظمه الا بموافقه الخمسه الكبار؟ اعتقد ان الامم المتحده بالتاكيد لها دور فيما يتوافق مع يعني مصالح هذه الدول العظمى، ولكن عندما يكون هناك احتياج لدخول الامم المتحده كما حدث في البوسنه والهرسك، ماذا حدث؟ لم تتدخل الامم المتحده، كما يحدث في اضطهاد المسلمين في ميانمار، لم تتدخل الامم المتحده. اعتقد ان الامور لابد ان تقاس بالمصالح اكثر منها من العواطف. يعني الولايات المتحده الان تحتاج الى الامم المتحده في بعض الاغطيه للانشطه التي تريد ممارستها في المنطقه في الفتره القادمه. فالتحالف الذي يريد ان تشكله الولايات المتحده الامريكيه لحمايه الملاحه يريد اطفاء عليه الشرعيه الدوليه. عندما ظهرت الولايات المتحده الامريكيه لتحالف داعش في سوريا او العراق، تحالف دولي 69 دوله بمباركه الامم المتحده. اعتقد ان عندما تحتاج الولايات المتحده الامريكيه للامم المتحده يكون هناك تعاون، وعندما تريد ان تلقي بالا لما يعني يصدر من قرارات ولا تنفذ من القرارات على الارض، فهي مبدا القوه بالتاكيد. كثيرون طلبوا دكتور ماك على مدى السنوات الاخيره وتحديدا في ضوء كثير من الاحداث التي جرت وحضرتك استعرضت بعضها، كثيرون طالبوا ومن بينهم مصر بنظام دولي اكثر عداله ونظام داخل مجلس الامن يقر بتمثيل عادل لكثير من القوى، وان يكون مثلا للقاره الافريقيه مقعد دائم يتم التناوب عليه بين دول القاره الافريقيه. امر كهذا الى اي مدى يمكن ان ينشر قدرا من العداله في التعاطي مع قرارات حضرتك ترى ان فيها جورا كبيرا؟ أنا أعتقد أن الفكرة التي ظهرت في أوروبا في العامين الماضيين من إنشاء آلية دولية موازية للأمم المتحدة يمكن أن تكون فيها أمل، لكن لو كانت هذه المنظمة تدار بهذا الأسلوب، أن يكون حق الاعتراض بحق الفيتو على أي قرار، وأن تكون هناك يعني مفاضلة في المصالح، أعتقد لن نصل إلى حلول ملموسة على الأرض. الأمم المتحدة بالتأكيد لها دور من خلال منظمات اليونسكو، من خلال منظمات اللاجئين، حتى منظمات اللاجئين عندما امتنعت الولايات المتحده الامريكيه عن دفع حصتها للأونروا لانها تريد ان تقضي على الأونروا. لماذا؟ لان الأونروا هي سجل قانوني دولي يوثق ان هناك اكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني لهم حق العوده الى اراضيهم في الاراضي المحتله في الكيان الاسرائيلي، لذلك تريد ان تقضي على الأونروا وتريد وتقول عندما تكون هناك مشكله للاجئين لماذا لا تتعامل مع المفوضيه للامم المتحده للاجئين؟ لماذا الأونروا؟ لانها تريد الغاء هذا الملف. اعتقد ان الرئيس دونالد ترامب بالتاكيد يريد ان يعطي كافه الصلاحيات الى الكيان الاسرائيلي المحتل في المنطقه، ليس فقط يدعمه بل يخطب وده ايضا. عندما تكون هناك صفقة القرن التي يقال عنها صفقة القرن، وبالتأكيد ليست صفقة، أي صفقة في الدنيا لهذا العزيز لابد أن يكون مصلحة للطرفين البائع والمشتري. أخيرا طيب دكتور ماك، في ما جرى استعراضه بالأمس في الجلسة التي خصصت لمناقشة السلام في الشرق الأوسط، الحديث عن تطورات الأزمة اليمنية مثلا وما تحدث به المبعوث الأممي مارتن جريفيث، والحديث حتى عن مجمل الأوضاع الجارية هناك، أنا أسأل حضرتك عن دور ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة، الممثل الخاص بالأمم المتحدة في كل القضايا، سواء كانت الأزمة الليبية أو الأزمة اليمنية أو غيرها من الأزمات التي عرفتها المنطقة، إلى أي مدى كان هذا الدور دورا مؤثرا وفاعلا في معالجة هذه القضايا أو إيجاد تسويات لها؟ أعتقد لا تسوى أي مشكلة على الأرض بوجود مبعوث أممي أو بتدخل من الأمم المتحدة. إذا أردت أن تحل لابد أن يتدخل الكبار، لابد أن يكون مؤتمر دولي لحل أزمة اليمن. سيدي العزيز، الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في اليمن من أكثر من 10 سنين، تمارس عمليات عسكرية في داخل اليمن، هناك أكثر من 2000 عسكري أمريكي داخل اليمن، هناك طائرات الدرون التي تذوب المنطقة 24 ساعة في اليوم، وعملت ضربات إلى قادة من قوات القاعدة واختلافهم في اليمن، هناك عمليات عسكرية، هناك أخبار صناعية ترصد كافة ما يحدث على الأرض، وتعطي الإحداثيات كما تريد، وتخفي الإحداثيات كما تريد. عندما قال رئيس دونالد ترامب بأنه سيرسل الجرين كاب إلى اليمن لكي يتم تحديد أماكن منصات إطلاق الصواريخ الفلسطينية على السعودية، ماذا حدث بعد ذلك؟ لم يحدث شيء. وأطلقت الصواريخ على الرياض، وأطلقت الصواريخ على مطار أبها، وأطلقت الطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية.
اذا ارادت الولايات المتحده الامريكيه انهاء هذا النزاع تستطيع ان تنهي. لا بد ان يتدخل الكبار، لا بد ان يكون دور للزعيم بوتين، لا بد ان يكون دور للزعيم شي، وهو الان ليس فقط الصين في قوه اقتصاديه ولكن ايضا قوه عسكريه يحسب لها الان. وهذا يقلق كثيرا الولايات المتحده، وتحدثت عن ذلك في معرض علاقاتها مع الصين، وربما حتى تابعنا بعض الانباء التي تتحدث عن تسليح لتايوان بنحو 66 مقاتله من طراز F-16. الصين تعد صداعا كبيرا للاداره الامريكيه الحاليه، وهدفا اساسيا للولايات المتحده الامريكيه تعين التعامل معه باليات مختلفه. شكرا جزيلا لك ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي منضم الينا عبر الهاتف من واشنطن.